باين عليه دكتور شاطر قوي. هو في زيه في مصر؟ هو حضرتك بتتعاملي معاه من زمان؟ 5 سنين دلوقتي. ياه، على كده حضرتك تعرفيه كويس. يعلم ربنا، الواحدة بتتعامل مع أخوها قريبها مش دكتور وعيان. حضرتك بتشتكي بإيه؟ ها؟ أنا؟ لا أبدا، حاجة بسيطة كده. عن إذنك. دكتور مشهور وليه مركزه زي ده ولسه لحد دلوقتي متجوز؟ متجوز؟ أنا سمعت كده. ده متجوز وعنده أولاد. إيه؟ وإيش عرفك؟ شفته في برنامج نجم والسهرة. ما شفتوش. إديني شريحة 15. عندي يا بلاه 5 دقايق وتروح على كليتك. تعال. انا خايفة قوي. صباح الخير ست بنتنا منى اللي حضرتك طلبت تاخدي منها عينة دم. أنا قلت لها إن عينة الدم اللي فاتت ما نفعتش، مش كده يا دكتور؟ اتفضلي ارتاحي. ميرسي. على ما ياخدوا منك العينة اجيب لك حاجة تكسري بيها صيام. لا لا انا مش جعانة. انت طالبة؟ تالتة فنون جميلة. سنك كم سنة؟ يناير اللي جاي ابقى 23 سنة. والدك بيشتغل ايه؟ كان سواق في السكة الحديد واتحالى على المعاش. محمود. نعم يا دكتور. من فضلك جهز لي حقنة البزن من نخاع العظم. نخاع؟ دكتور. أنا جاي عشان أعمل تحليل دم. ما تخافيش. اتفضلي معي. نخاع؟ لا صباح الخير يا دكتور. اهلا. صباح الخير. جبتها دكتور، اقنعتها تيجي، والست الدكتوره بتعمل لها تحاليل دلوقتي. جميل. البنت اللي كنت كلمت حضرتك عليها. طيب. ايه يا بنت انت كنت فين؟ قلقتيني عليكي. اسكتي. مالك يا منى تعبانه؟ شفطوا دمي ولاد الابل. هما مين؟ في المستشفى، رحت عشان يحللولي. اعوذ بالله. ليه؟ عم نقولي حكم رايه. هودت ورحت معاه. قال يعني من كتر دمك قوي. لا يا اختي، من تقل دمك انت. امشي قدامي. الدنيا برد. يا مربل. ايه مالك؟ اجيب لك حاجه ساقعه؟ لا لا لا، شويه كده وهبقى كويسه. دخلوا في صدري حته حديده قد كده. يا ساتر يا رب. طب اسمعي بقى المفاجاه دي. ها قولي. جبت لك قراره من مصادر موثوق فيها. احمد. اسمعي بقى. ايه؟ ابوه مرشح نفسه في الانتخابات، وعمال كل شويه يبعت له عينين من البلد يكشف عليهم ببلاش عشان ينجح في الانتخابات. طيب حلو. مراته دكتوره برضو،
بس معرفش دكتورة ايه، بتهيألي ولادة سنان حاجة كده يعني. بس ما كانش لابس دبلة. اقول لها متجوز وعنده عيال تقول لي دبلة؟ هو في جراح بيلبس دبلة حتى لو كان متجوز ثلاثة؟ مش ممكن احمد يكون غشاش، مش ممكن. يا ستي غش يفوت ولا حد يموت. بس انا متأكدة من صدق مشاعره من ناحيتي، مش ممكن احمد يكون بيكذب. ما هو كمان لو كان قالك من اول مقابلة انه متجوز وعنده عيال ما كانش هيبقى فيه لا مقابلة تانية ولا تالتة، صح الكلام؟ يعني عشان كده فاق وبعد. بقولك ايه، فوقي بقى وشوفي نفسك، بكرة تقعي في الاحسن مني. انا مش ندمانة، مش مهم ان كل حاجة بنحبها تبقى بتاعتنا، في حاجات كتير في الدنيا بنحبها ومنقدرش نغيرها. في ايه يا سمسة؟ باباك صيد في الانتخابات. انا بقول تخرجيني من العمليات عشان حاجه هايفه بالشكل ده، انت اكيد جرالك حاجه.